عايزه الحق، انا مش معاكي في اللي انت عملتيه ده بصراحه. كده انت تسرعتي. طبعا تسرعت. كان لازم لما يوسف يجي يقول لي حبيبتي حقك عليا اقول لا حقك انت عليا. بيع واشتري فيا وقت ما تحب تزهق وتمشي امشي. لا طبعا يا بنتي، مش قصدي كده، يعني كان ممكن تفكيها وتفهميه غلط وخلاص. افهم مين غلطه؟ واحد ما بيحسش اصلا هو غلطان. يوسف يا حبيبتي كده وهيفضل طول عمره كده، وقت ما يحب يشك يشك، وقت ما يحب يصدق يصدق، وقت ما بيحب يمشي يمشي. يوسف هيعيش كده وهيموت كده. مش عارف، بس انا مش حاسه. ان شاء الله عنك ما حسيتي. بقول لك ايه يا سماح، الموضوع ده ما تتكلميش تاني فيه معايا ابدا. تمام. دي بتحبك قوي 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 يا يوسف. ولما هي بتحبني قوي كده ما حافظتش عليا ليه وانا معاها؟ عشان بتحبك. انت عارف لو ما كانتش بتحبك كان زمانها بقت وياك ومتجوزاك. يمكن. لا مش يمكن، وعلى العموم احنا فيها. حتى لو احنا فيها تفتكري ده وقته يعني؟ اصل انا مش نوع سجاير بغيره كل شويه. صح، انت غلبتني كده. بس بيني وبينك يعني من غير زعل، ها، انا اصلا ما كنتش بحب اللي اسمها هند دي خالص، ما كنتش برتاح لها خالص. طب بصي يا عشر، انا لما ببقى متضايق باجي اقعد معاكي، ما تخلينيش بقى اغير رايي. خلاص حبيبي ما تزعلش، انا اسفه، انا متاسفه خالص. صحيح، شفت الصوره اللي نزلتها انا وانكلك محسن على الانستغرام؟ ده انت مصممه تضايقيني بقى. وحشه على فكره. انت لسه شفتها؟ شفتها. طب بلاش، انا عايزاك بقى تحجز لي في مكان حلو قوي 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 كده من الاماكن اللي انت تعرفها. ده انت وانكل محسن ولا ايه؟ لا طبعا، انكل محسن مين؟ انا واصحابي. ماشي. لا انت حبك. على فكره يا ديانا، الحريقه اللي حصلت في المصنع النهارده دي حصلت من تحت راسك. وانا مالي انا؟ هو انا اللي عملت المس الكهربائي؟ لا، انت اللي مخليه حياتنا مستباحه على النت. صور للفيلا بتنزلي والعربيات، ده حتى الاكل بتصوريه يا شيخ. عادي يا طارق، ما كل البنات بتعمل كده. دي البنات المطيوره، البنات العاقله بتحافظ على بيتها. طارق، هو انت بتصدق في العين والحسد والحاجات دي؟ طبعا بصدق، ده كلام ربنا يا شيخ. خلاص هقلل. لا، انت هتمنعي الخصله دي خالص ان شاء الله. سيبك من كل ده، عملت ايه في الموضوع اللي انا قلت لك عليه؟ فيلا السخنه؟ لما كايش تمنها اكتبها لك. طب ما تكايش تمنها واخلص وخلصني. هتفرق ايه يعني لو باسمي او باسمك؟ يعني طارق احس بالامان، وبعدين يعني ابقى متجوزه طارق صفوان ما يكونش عندي حاجة باسمي. خلاص يا ست اكتبها لك، غيري بقى السيرة دي عشان ما تعصبش. طبعا، ما انت اتكلمت في الفلوس بيعصبك. لا ما اسمهاش كده، اسمها لما احس اني بنك بتعصب. ليه يا طارق وانا بحسسك انك بنك؟ بتحسسني اني بنك. عايزة 2000 دولار للشغالات، شنطة إيف سالوران نزلت الجديدة عايزة اجيبها، عايزة عربية موديل السنة، عايزة فيلر، عايزة بوتوكس. اهدي يا ماما اهدي. على فكرة حقي. لا مش حقك، انا مش سبونسر يا اختي، انا جوزك. جوزك اللي معيشك احسن عيشه، ما تزعليش مني، كنتش تحلمي بيها. انت شايف كده؟ شايف كده. شايف انك واحده طماعه، واحده بتستعرض، واحده عايزه توصل رساله لحد تقول له اتجوزت ست سيدك. طب لما انت شايفني وحشه قوي كده ما تطلقني. انت طالق بألف مليون سلامه يا اختي. انت بتعرفينا سهله اهي، انت طالق.